السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اخوي عندي الكونغو وكل معناها نشوف فيها، يعني نشوف فيها فيني قدام باش نشوفوا، يعني نشوفوا الكهرباء يعني كيفاش تخدم، يعني عادي باش نشوفوا كيفاش الكهرباء باش نخدموا الكهرباء، نشوف كيفاش تخدم الكهرباء عادي، نشوفوا كيفاش يعني نحطوا هنا نحطوا الكونتاكت لهنا، شوفوا الكهرباء معناها كيفاش تخدم عادي على النقرة تخدم كما نقولوا احنا، فهمني نشوف الكهرباء كيفاش تخدم، نشوف معناها عادي جدا تخدم الكهرباء ما فيها حتى مشكل، فهمتني. شوفوا لهنا كيف الموتور، شوف الموتور لهنا كيفاش يخدم عادي، شوف الموتور نتاع الكهرباء. بقينا لهنا تو باش نشوفوا المشكل اللي باش يصير، شفنا الكهرباء كيفاش تخدم كل شيء، نشوفوا المشكل اللي باش يصير، باش نوريكم تو معناها المشكل اللي عندي. تو نسكتوا الكهرباء، نسكتوا الكهرباء نشوفوا بعد، يعني نشوفوا نهار اخر المشكلة هذا يا قديمة وقت اللي تبدا الكهرباء باردة، نسكتوا الكهرباء وقت اللي تبدا الكهرباء باردة، نشوفوا يعني الموتور وكل شيء وقت تبدا الكهرباء بارده. المشكل اللي باش يقع لنا كي تبدا الكهرباء تعملها ديما الصباح، فاني ولا كي تبدا الكهرباء بارده ومش ديما، معناها تو نفسر لكم بعد شوي باش نشوفوا لهنا كيفاش يعني المشكل اللي صاير لهنا. نحطوا نشوفوا كونتاكت يمشي كل شيء مريقل، فهمتني، البومبة تخدم كل شيء، لكن وقت اللي ندور المفتاح تو ثبتوا معايا، وقت اللي باش ندور المفتاح تو ما فهم حد شيء، هاب ندور المفتاح ما فهم حد شيء، الكهرباء ما فهم حد شيء، ما تعطي حتى سينيال وكل شيء. نعاودوا كيف نحو الكونتاكت كيف نشوفوا هاي كيفاش تصير العملية، نخدم نحط الكونتاكت نسمع نشوف الكونتاكت شفيه يخدم، الضوء يشعل كل شيء، فهمني. ندور تو باش ندور المفتاح نسمع كيفاش نشوفوا، باش ندور المفتاح ما فهم حد شيء، فوالا ما فهم حد شيء. العملية هذه تعملها يعني ما تعملها يعني خاصة كي تبدا الكهرباء باردة والصباح، لكن مش ديما، يعني معناها تحس الكهرباء وقت يظهر لها هي، معناها تبدا تخدم، معناها مثلا وقت اللي تخدمها مثلا ثلاثة أربعة أيام تخدم، تجي الصباح تخدم كهربتك تخدم نهار كي يظهر لها. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عمليته سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش حتى إشكالية، سهلة. كل ما في الأمر هو باش وقت تصير العملية هذيك اللي هي متاع الموتور ما يدورش، عنده حاجة أولى يعملها، حاجة الأولى عنده البطارية طبعا متاع السيارة اللي هي هذه، بدلنا البطارية هذه مثلا، وعنده الدمرر اللي هو الستارتر هذي، الدمرر هذي، هذوما ايش يعمل هو؟ كان هو عنده خيط ويدخل، يقدر يدخل يعني ايده حتى خيط قصير ويحطه ما بين هذه وهذه، كان ضرب دمرر معناتها الدمرر لبس عليه، كان ما ضربش دمرر معناتها ضرب الدمرر مشكلته، ونجم يجرب حتى قبل ما يعمل خيط يضرب ضربتين على الدمرر هذا. هذا يضرب عليه ضربتين بحاجة أي حديدة ولا باس ولا أي حديدة يضرب عليه هذا، لأن هذا كيف يتعب الدمرر هذا كله، كيف يتعب يولي المشكلة هذه هنا عنده الشربونات يبدو متكونسين هذوم، فمجرد ما يحصلوا تحريكة ولا خرط ولا ضربة حاجة يتحركوا هذوم الشربونات. نجم أول حاجة نجم يضرب عليه ضربة بحاجة بأي حاجة، يعني يضرب عليه في المكان هذا اي حاجه حديده بانس اللي يجي. كما قلت لك ثاني حاجه تعمل خيط من البطري، هذه من البطري من البليس طبعا عندك حتى لهنا، ها سهله يعني، خيط طويل
نحي الفيشه هذه كما هي منحي هنا، شفتوا منحي هنا، نحي الفيشه هذيك تجبدها وتعمل خيط من البليس حتى للمكان هذا. واذا كان عندك فكره وتعرف انت تقدر تعمل خيط سهل، يعني حط بانس ولا تورنيفيس هنا في المكان هذا ما بين الفيشه هذه والكوس اللي جاي من البطري، من الكابل اللي جاي من البطري، هذا الكابل هذا اللي جاي من البطري، تنجم تعمل له خيط، تعمل مفتاح ما بين هذا وهذا سهل. يعني في شركة هون منحيه، شوف فيها منحيه، تعمل باس ولا مفتاح فورش ولا تورنيفيس، يعني مفك ولا بينس ولا اي حاجه، يعني اللي تقدر عليه كما قلت لك حاجه من كان هو دمر يضرب وانتهت المشكله. معناتها مشكلتك دمر في حد شيء، يعني ساعات دمر لان الشربون تاعو يبدو تعبين، تفكه وتنظفه وتبدل الشربونات. اذا كان ما مشيتش معاك الطريقه هذيك، فبقى الطريقه الثانيه اللي هي نتاع الكونتاكت. الكونتاكت هو اللي باش يخدم الدمر هذا، تلقاه هو تلقاه بيدو نفسه فيه مشكله، كونتاكت باش يخدم الدمر هذاك. يعني ساعات الفيشه نتاعو تخدم ساعات لا، الدمر هذا ما يوصلش كهرباء. اما اذا كانك انت مسيته من هنا والدمرار خدم، معناتها كهرباء موجوده. هذا من حاجتين. الحاجه الثالثه فما كابل ماس اللي هو ما بين الكاروسه والموتور، كابل ماس يسموه معروف، تولي تاخذ اي خيط وتعمل ماس ما بين المواه هنا وتحطه في اي مكان في 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 الدمرار، في يعني في يعني في الماس مش في الكورون. تحط هذا كابل ماس، خيط ماس، تعمله هنا ما بين هنا وهنا مثلا في مكان معين، ولا ما بين هنا وهنا مثلا في الدمرار او في اي مكان، باش تفهم به اللي الدمرار لبس عليه. العمليه سهله بسيطه، وماذا بك كل واحد يتحصل على معلومه ويتحصل على فائده، بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي ابعثوا لنا فيديوهات، سواء صلحت المشكله من عندك، سواء صلحتها من فكرتي انا، سواء اي حاجه، كل مزيد معلومه للناس باش تستنفع. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جبت دمرار باش نعمل عليه الشرح، باش نوريكم شنو اللي صار بالعمليه بالضبط. هذا الدمرار هو يسموه، هذا المرش، هذا اللي شغل المحرك تاع سياره تاع اي سياره، باش نعمل لكم عليه شرح شنو اللي صار هو بالضبط. وقت هما ركبوا لي الغاز، احتاجوا باش ينحوا الكابل هذايا نتاع البطري اللي هو يجيب الكورون للدمرار. وقت نحوه ورجعوه كما هو هيك، شفتوه كما هو هيك بلاش كرو جمله، ما فيش كرو. هذه مش موجوده، هذه ما ركبوهاش صناع طبعا، يعني على غفله ولا نساء ولا كيبا. هذه قاعد هكاك يتحرك وحده، كل مره يتحرك وحده، والديمار يتحركوا طبعا. هو وقت انا نحرك الفيتاس، هو الموتور يتحرك شويه، يتحرك هذا من مكانه، يولي يعطي كورون، تولي الديماري. يعني عام ونص تقريبا ولا عامين وانا بنفس المشكل هذاك، اللي هي نسول الكابل هذا ما ركبوش بلاصته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.